لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله عز وجل في أربعة، فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا، فيقولون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فيقول الله عز وجل: ذلكم بأنهم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ثم يقولون: ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. فيجيبهم المولى عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ فيقولون: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم المولى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ثم يقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال مالك بن أنس: قال زيد بن أسلم في قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود بلا موت، ويا أهل النار: خلود بلا موت. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار ليبكون حتى ولو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدموع. وإن أهل النار إذا ألقوا فيها يكادون يبلغون قعرها، يلقاهم لهوها فيردهم إلى أعلاها، حتى إذا كادوا يخرجون تلقتهم الملائكة بمقامع من حديد فيضربونهم بها. قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيعطي الله عز وجل من هو في النار كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويسود وجهه ويقسى سرابيل القطران، ويقال له: انطلق انطلق إلى أمك الهاوية، إلى جهنم والعياذ بالله، فاخبر من هم من شاكلتك بهذا المصير. فينطلق وقد اسود وجهه في أرض المحشر يبكي يبكي ويصرخ وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقف ذليلا أمام رب العالمين جزاء وفاقا لاستعلائه ولكبره وإعراضه عن منهج الله. وعن عمر بن شعيب عن أبيه وجده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الدرب في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، ما هي وما طينة الخبال؟ قال صديد أهل النار: أحبتي في الله، فكما أن الجنة تشتاق لأهلها من المؤمنين والصادقين، فإن النار تشتاق بل تطلب المزيد من أهلها من المجرمين والظالمين والكافرين. ففي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلان استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلان سألني فأدخله الجنة. فيا أيها اللاهي ويا أيها الساهي، يا من غرتك المعاصي وشغلك الشيطان عن طاعة الله، احذر فإنها نار تلظى. دع عنك من قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وأبكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي الكريم لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى يرضى الله وإذا رضي وبعد الرضا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن للأثر اكتفى. قال سفيان بن عيينة: قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعالم أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لي نفسي: أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: فأنت في الأمنية فاعملي، ونحن والله في الأمنية. فيا من قصرت في طاعة الله عز وجل، اعمل للآخرة قبل أن تطلب العودة ولن تستطيع. فكل من قصر في طاعة الله عز وجل في الدنيا يطلب العودة إليها كلما عاين أمور الآخرة وترك دار العمل إلى دار الحساب. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أسأل الله العلي العظيم أن يختم لنا بالإيمان، وأن يبعدنا عن النيران، وأن يدخلنا جنة الرحيم الرحمن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني داع فأجب.